نقول اليوم كما نقول دائما، هذا هو الاحتلال وهذه مواقفه، ولا غرابة في ذلك أن يفرج عن القاتل ونحن ندفن شهيدنا فقيدنا. هم يحتفلون بالإفراج عن القاتل ونحن المصيبة يعني دخلت بيتنا ككل بيوت الشعب الفلسطيني. هذه طبيعة الاحتلال. أما بالنسبة للمحاكم الإسرائيلية فنحن كعائلة لنا إسباقية معهم، إسباقية عجيبة من نوعها. بنوا مستعمرة في أراضينا إحنا، أراضي العائلة، عائلة معطان، وسموها مستوطنة ميجارون. وتوجهنا إلى المحاكم متوهمين أن المحكمة ستصنع لنا شيئا، وفعلا قررت المحكمة بإخلاء هذه المستوطنة، مستوطنة ميجارون. وسألني صحفي محترم زيك وقتها، قال يعني اليوم كسبتوا القضية أنتوا، هي في قرار بإخلاء المستوطنة. فقلت له نعم، صدر القرار بالإخلاء، ولكن في نفس اللحظة صدر قرار من الدولة بمنعنا من الوصول إلى أراضينا بحجة إنهم يعني عملوها أرض عسكرية لا يحق لنا أن نصل إليها بحكم هذا القانون. هذا قانون كله ظلم. لا نثق بهذه المحاكم ولا نثق بقراراتها وبما يصدر عنها. وإذا كان لنا إحنا من محكمة نتوجه إليها فهي محكمة رب العالمين، وقد رفعنا قضية قصي إلى رب العالمين. نقول اليوم كما نقول دائما، منذ أن جاءنا هذا الاحتلال ونحن نتعرض إلى مصادرة أراضينا وإلى منعنا من الوصول إليها وإلى قتل وإلى توسع في هذا الاستيطان. نعم، بدل ما يتم إخلاء وإبعاد هذا المستوطن، خيمته لا زالت مقامة ومنصوبة على أراضينا وهي تتوسع باستمرار. الخيام زادت والكرفانات زادت وبتتوسع قاعدة على حساب أراضينا. نعم، هم يتوسعون دائما وبيصادروا أراضينا دائما، وعندهم للأسف إمكانيات هائلة تدعمهم من الدولة، وإلهم كمان وزراء في هذه الدولة، والعالم كله بيدعمهم، وإحنا مع الأسف الشديد لا أحد يدعمنا، لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الدولي، بل بالعكس العالم يرى ويصمت ولا يتكلم. السلطة يعني وأجهزتها يعني جاءوا وقاموا بواجب العزاء، وبعضهم قال سنتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لإضافة اسم على القائمة وهو اسم شهيدنا قصي، والقائمة طبعا طويلة والإجراءات الله أعلم كيف ستتم، والله أعلم ماذا سيكون في هذه المحاكم. طبعا لازم يكون في محاكم ضد هذه الممارسات، ولازم يكون في تصعيد على مستوى العالم كله حتى يرى وحشية هذا الاحتلال ووحشية هذا الاستيطان وهؤلاء المتوحشون من المستوطنين. ماذا أقول لهذا العالم الذي يسمع ويرى؟ وماذا أقول لهذا العالم الذي صنع هذا الاحتلال وهذا الكيان والذي فرخ هؤلاء المستوطنون؟ ماذا سأقول؟ هو مسؤول عن هذه الجرائم التي يقوم بها هذا الاحتلال وهؤلاء المستوطنون. لا نبرئ العالم ولا نبرئ الذين يدعمونه دعم غير محدود ودعم متواصل، ونحن للأسف الشديد لا داعم لنا ولا حامي لنا إلا الله عز وجل، وكفى به حاميا ونصيرا. العائلة يعني نعم أصابتها مصيبة كالجبال، يعني ليس سهلا أن تفقد حفيدك وليس سهلا أن تفقد ولدك، خاصة إذا كان مثل وفي سن قصي. قصي كانت له آمال وكانت له أحلام أن يعيش هذه الدنيا في سلام، أن يبني بيتا، أن يدرس وينال شهادة، وأن يعيش حياة كبقية خلق الله في هذا العالم. ولكن للأسف جاء هذا المستوطن المتوحش وقضى على آماله وعلى أحلامه، كما قضى على أحلام هذا الشعب كله. يعني فعلا هي مصيبة، ومصائب هذا الشعب مستمرة يوم يوم. إحنا بلدنا كما تعلم أخ محمود محاطة من أربع جهات المستوطنين. الآن مبارح أجوا
بإغنامهم في بير قريب من البلد أسقوا أغنامهم منه. وأيضا سمعت النصب خيمة مبارح محل الخيمة التي أزيلت، وكل يوم في اعتداء لهم، كل يوم من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية الجنوبية في رعاة بحجة الرعي بحجة استيلاء على الأرض. كل يوم لا مزارع قادر يطلع على أرضه ولا راعي غنم قادر يروح يرعى أرضه، حتى في أرضه الخاصة مش قادر يصلها. فاعتداءات مستمرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. تدخل حقيقي فعلي ما في إلى حد ما. تيجي السلطة بجهاية الجدار الاستيطان بيجوا بوقفوا بتضامنوا معنا بكونوا في المقدمة، لكن ما في قوة تردع هؤلاء المستوطنين، ما في رادع حقيقي يردعهم. بيطلعوا الناس فزعات، بيجوا المستوطنين مع الجيش بضربوا غاز على الناس، بضربوا قنابل صوت، برات بكت زي ما حصل مع الشهيد قصي رحمة الله عليه ومع أكم من واحد انجرح. كين الناس رجعوا وكونوا في اليوم التالي بتعود الكرة كمان مرة كما يقول. يعني ما في رادع، لا مجتمع دولي رادع، ولا انه احنا القوة الحقيقية اللي تردع خلينا نقول المستوطنين. والمستوطن يعني بكل كل الدولة معاه، الجيش معاه، كل الحكومة معاه، احنا بدنا نقول ما إلنا إلا الله سبحانه وتعالى.